سلامتك يا سيد الرجالة، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي في ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت بسكوتي بات. ايه قراده؟ هتقوم وتقف زيه الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينه القليله ديت يودي بستين داهيه. ده انت اتجوزت باروكه، جبتها لنا من اني مصيبه دي. انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الله ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنانة احمد سلامة وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهريده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ افرضي سمع النشره كده ولا كده. عايزين نسمعوا اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. آخ التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابني. آخ برضاي عليك يا مختار، هاتلي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع أخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت أقولك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر انبوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت، قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. أنا عايزك بس أنت ما تفكرش في حاجة يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بإيه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ أعطس إيه يا ابني؟ أعطس إيه؟ أنا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة وهشرفك، وأنا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العمومية بتاعة القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن أنت بس. أبا أبا المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي، ألف رحمة ونور عليك يا أبا، ألف رحمة ونور عليك يا سيدي الرجالة، يا سيدي الرجالة. تعالي هنا أصبع الروج، انت اللي موتيه، انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلميتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده. اهو مات، اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خلت تيجي في وشك، لان احجامك غريب. ما انت ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى، خدي. انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موتت ابويا، انت اللي موتت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هضطر افتش سرك لاخواتي يابا. فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبه. الف رحمه ونور عليك يا معلم. شكرا يا معلم، الله يكرمك. شكرا الله وسعك يا معلم. وقال لا يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار، من ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفة. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الأخيرة. أنا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. أستر علينا، عيب، ده شغل رجالة.
تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيننا، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كامل اللي كانت مع الحاج 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه، ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي اللي هي مختار بيه؟ نعمة بالله يا اخويا، مجلكش في حاجه وحشه، جاي ينصب. شكر الله ساعد، شكر الله ساعد، شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها، شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه، جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش شرفتنا سعاده الباشا. البقالي الله ونعم بالله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صفاء ايه المناظر ايه قاعد عايز ايه. شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ادمن انت، مين اللي دخلك اصلا؟ أزاز مختار، كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء، بتخيل البني ادم يعني كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بيت عز، انت مبلش ما جاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28,000 جنيه، ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بوقك ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه؟ انت بتتطلع عليها وبتتمسخر عليها يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بقولك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انت، تعال. يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بقولك ونعم بالله. ايه ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيلة قوي، جزع لي ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحرارة قوي كأن ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى انت هتنهار الفترة الجاية، عايزة رجالة مش عايزة ناس تنهار. ليلته خفيفة قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال، ليلته خفيفة بس سايب أعباء تقيلة قوي. شفت النعش كان طاير. نعش إيه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير إيه؟ هو الريح كان جامد وإحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، أنتوا ما تعرفوش حاجة أصلكم، وما تعرفوا كل حاجة لما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الإيه؟ الميراث. تصدق إن أنت ما عندكش ريحة الدم، ميراث وإحنا لسه في العزا بتاع أبونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شوية فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهة الفلوس هتبقشيش أوي، هتبقشيش، ما تقلقوش. بقول لك يا أشرف. قول يا مختار. أنت بتحب شغلك؟ ياه بحبه قوي، شرفي، اعتزازي. خلاص يا عم، إيه النشرة دي؟ إيه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنتسلى. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي وأنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. الراجل اللي هيقرا قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش الناس بتعزي ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم التوو، دي ناس فاضية. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي، كان راجل ولا كل الرجالة، سيد الرجالة. وحدوه دي يا أمي هنا. عين يا دنار. يا ابني لا، عشان نبقى من الأول على الأبيض، أنا جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم على موضوع ما كنتش عايز أقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش حارمني من حاجة، جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. علشان كان من أعز أصدقائي،
كان مهنيني ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج خلاص بقى لله بقى لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. يا كلب يا كلب بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي وانت يا بنت وانت ابوكي كان كوافير ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما يا نهار اسمك ماما اتجننت. معلش روحي اتجننت. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. انت بجد يا مختار ماما كنت هيجر سليفان للاسف. يا فضحتك يا اشرف يا نسبتك السودة يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون. ابويا يبقى تاجر سليفان الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات هو نفسه ابن تاجر سليفان. بقولك ايه يا حبيبي انت وهو كفان واحول ولا عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدين ومتفشخرين فيه ده مرهون يعني ممكن نترد منه في اي لحظة. ايه ده؟ والذهب والثروة والألماس اللي بابا سايبهم حاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره اكبر عمليه سليفان. بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال عارفها. بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك يا اما مش هتطول ولا مليم. فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده عشان اقعد اقعد يا عبيط انت بلا اهدى بلا زفت. من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي؟ وبالمره بقى عندي مفاجاه طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض. انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت يا رؤى. امر يا اسم مختار رؤوس يا بنتي الاخوات شويه. ست لما 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 ست لما روح امراض لما لما ست لما فرفش فرفش يا فرفش عند الضابط وحي ابا من باين. ايوه يا اختي بدا يا اختي بدا يا اختي ايوه يا اختي يا امي ده كلام؟ صدقني انا حزين. انا حزين ان مستواكي وصل للدرجات دي. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي ده انت حبيب عمري ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. المهم بتاعتنا معانا. يلا بيس البضاعة وقعت البلاعة يا مختار. لا بلاعة لا بلاعة لا انزل معانا كمال المية كمال ده فين فين فرقتنا يا ترى يا عم مش وقت قفشاه انزل معايا المية. شاع عمري شاع عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج دي كانت شغلته هو وابو دقموشه والدفاه. انا مش عايز رقم شاع عمري راح. حرام عليك يا مختار جبت لنا العار يا مختار. مش وقت كلام انزل معايا يا امي. حرام عليك شاع عمري راح جبت لنا العار. جبت لكم العار ده انت اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها انتوا اللي نقيتوا فيها. خلاص البلاعة والبلاعة وحبيبتي ماسكة الولاعة البلاعة والبلاعة وحبيبتي ماسكة الولاعة شاع عمري راح يا
ثانية بت اديله يا ابني اديله ادش 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 خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي برعي برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت صمت تام جري حالا تروح تجيبيلي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى خلاصي. مساء الخير ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمي بتاع الدش اسمي انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير مساء الخير مساء لا مؤاخذه سوري انا اسف انا اسف سامحني اصلا مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده هعمل فيك ايه؟ لا تقعد شوف شغل كده مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي بلاش عشان دي ضربت العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده انا حشره؟ هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزني. فين بطاقتك يا ابني؟ بطاقتي ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي بطاقه. اتفضل يا فندم ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي خليني انا اعرفني بشغلي اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه؟ قناه الساموراي. ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء السته. سته؟ ايوه العظماء سته. ايه يا ابني العظماء السبعه؟ ما الزعيم بتاعهم مات من شهر. انت مش متابع شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي. سبعاوي مين ده؟ انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا؟ بدور عليه انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين؟ يا عم ما تهدى بقى وترطينا. دور على ريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت يلا. انت طبيعيه ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا الاثنين؟ ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر انا بشتغل عندكم. ودوري انت كمان هنا. خد ايه العيل حضرتك ما في ممكن تقول لو سمحت. انا اقوم اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أولي. ما بقومش انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى اعتمد على نفسك. لف لف يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك طب بسيطه انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي. بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه في ايه نقاش بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ على... هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي انتوا اصحاب الشقه مش انا. عايز الريموت ده. بصي الواد ده انا شاكك فيه. شاكك فيه ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ولا. ايه ده من الريموت اهو يا هوب يا هوب موت اهو. خد يلا موت اهو. اهرب اهرب وحياه امك وهسيبك بطاقتك معايا. الريموت 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 تعالي. الحمد لله الحمد لله ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. وادي التليفون وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبه دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني بحالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه خالد ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام.
انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. اتكلم بجد، تاريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه. هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير. هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك، عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا هربتاي الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا، اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرب؟ تعطي عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي، روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هتكلمه، يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايز، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد يا خالد. يا كريم، سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة، ريموت، ريموت. أسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، أسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاية وأنا صغير، دش دوت بتاع أنكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، أنا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، أنا بوظهولك. يلا، العرب ساتي الجميل لكل العمارة فرحت لما ركب، بس خلاص بقى أنا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا، إن شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجة، بس أنا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا، ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول، لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي عدلي بتاع شهرين، يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، عدلي سنه يكونوا نسيوني. بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسألها هو فين لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه؟ كده القرصان هيبهدلنا. ده ممكن يموتنا. لا، بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا، هتقعد تقول لي بقى اوف بقى. جت. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب يا جدعان، يا جدعان راوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديتي الريموت فين يا بت؟ اكلمك. ادي حجتك اهي،
فين الريموت؟ ما خلاص تستابيل مش بتلك الزفت، فين بيت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوة منين؟ من السافت. في حاجة؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانية واحد. ما ايه؟ ما قالت؟ شلت البلاستر قالت في الليفينج. مش محتاجة مجهود، صح؟ أنا في حاجة كده نفسي أعملها وأنتوا حسيتوها، خايفين، أنتوا خايفين صح؟ معلش معلش. سيكو مرقص. ما بفهمش كلام. أي. إيه الأوفر ده؟ أنا ضربته بصاروخ، إيه يا عم ده؟ أهرب. معلش مشيت ابنك. بقى أهد. ولا أقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبسة الرجالة. اسم الله عليك. يا قمر. الله يخليهم لي. اتكل على الصبر وانا اروق. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقة. انا راجل ما بركزش في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا افتكرك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. بريه يا بنت وانا اغتصبك بقول لك هقتلك. عارفة ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. أي. بقولك ايه بقولك ايه يا بت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اوكي والله بشكرك قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. انت ايه؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزية، الريموت يا فوزية بتاع ماما، لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتحي الباب. مساء الخير، انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا، تعالي ولا هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو اهو. يهبل يهبل. امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. من قرف. اوعي. استنى. يلا يا نبي. يلا. خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي اخويا عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما، تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. اتفضل. تؤمر باي حاجه تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. تعالى. هات ياض المرتب. اخلص. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سياد. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خساره خساره ومئة خساره. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب. قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. ثانيه واحده. قوم يا قرد انت. قوم يا اخويا ظريف. السفره دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا
انا بكرهكم قد ايه؟ انتوا ولا حاجه بالنسبه لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتب طاولة تتكلم معايا بالطريقه دي تاني؟ انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا، وعارف ان دعوه الاب مستجابه، اقول الهي تمرض، الهي تتحوجوا، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما بتعصش. يوم ما عملت لك سونار لمكت الهاب لامك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنيه الاب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحليه دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفه العار دي؟ رزعوا. اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا. انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط. طول ما انتوا بتطفحوا تدعوا لي. يلا بالسم الهان. أنا حاسس إن الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك، اتكلم بسرعه بقى الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. كاوتش؟ فاكرها سهله 300 جنيه؟ أنا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في أي لحظة أبقى جاهز وأتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. إلهي هتلبس الكاوتش تتشل فجأة في الملعب. أنت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ أنت ليه مش مظبطنا؟ أنت أبونا. أنت إيه؟ أنت أبونا. اسمها بابا يا راجل. ايه قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سادة عادل انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ في حاجه؟ ترفصلي؟ ها؟ يا تافر، يا بغيض، يا اهبل، يا ابن العبيطه. ها ها ها. ده انا كان زماني مت. الله، ده انت ضيعت خلقي. خلاص يا بابا، ما تبطلش. مش عايز اتكلم معاه. ما تبطلش نفسك، انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. الهي تولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول وبت. تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم امك بقى، كمل لما نقف. يلا يلا يا عرق، يلا يا عج، يلا. الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكوا بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك ما شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. افتكر لكم حاجة حلوة. استنى ادم ما ارجع في الاشي بيه. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ، بلا هابي بيرث بلا زفت، يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هدية تنفعك في مستقبلك، جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورتة دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي ركية النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحدة. هات يا ركية النار، طاف في النص، حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا، عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحدة. حط ايدك تبقى بيه، حط ايدك، حط ايدك، بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط صرخوا اكتر، صرخوا. جون سينا حبيبي، اجري غور في داهية. يلا عايزكوا بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب يا هات، اضرب اضرب اضرب، كسروا الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك اخويا، بحبك اخويا. انزل على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا عم. صرالو عم، بقول لك مفيش استسلام، اخلص اشتغل يا ابن نفسك. بقولك اتصرعاله، دمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا عم. ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. ب60 ده هيموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه، بس ايه، بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح، وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابني